حياكم الله مشاهدينا ومتابعين قناة زاغروس الفضائية، ويا هلا ومرحبا بكم. جولتنا لهذا اليوم اللي راح تتحدث حول المكسرات وأنواعها ومنشئها. تعالوا ويانا نسأل صاحب هذا المحل حول المواضيع اللي نريد نعرفها. خليكم ويانا. السلام عليكم. السلام. شلونك حبيبي؟ شلون الصحة؟ الله يحفظك. نتعرف بحضرتك. أنا سجاد من الكاظمية. أهلا وسهلا حبيبي سجاد. الله يسلمك. سجاد، أريد أسألك حول المكسرات المتوفرة عندكم، محلية لو مستوردة، وشنو الفرق بين المحلي والمستورد؟ أول شيء سلام عليكم، حياكم الله. كرزات أكو لها أنواع، الكرزات مثل البحر. نعم. معروفة يعني. أكو محلي وأكو مستورد. نعم. المحلي عندنا أكثر شيء مال الإقليم. إقليم كردستان الحبيب، يعني كرزات مضبوطة، شغل مضبوط. وأكو مستورد، المستورد يجي بيه أكو أمريكي وبرازيلي. بس هذا المستورد الأقوى شيء. الأحسن. الأحسن، الأفضل بالسوق. شلون تكون اسعار المستورد واسعار المحلي؟ اكو تبدا اسعارها تقريبا كيلو اكو من 10 لل 40 الف يوصل. من 10 لل 40 حسب. فرق كبير من 10 ل 40. كلش فرق يعني، وبس اكو اختلاف يعني بين مكسرات وكرزات. مكسرات بس مكسرات فستق، لوز، غازو، عايشة ايدك. اي لا اسس اذني واحد، اذني كيلو 30 وفوق. اسسي واحد ما ينحسب. اذني اغلى ذاك مو على المكسرات. والكرزات لا، حاب ما حاب، وحب المصري، فستق، عبيد مثلا، حمص، اذره. نعم. هذا اني واحد ارخص، اكو بثمانيه بعشره ب12. نعم. انا عندي مكسرات درجه اولى وثانيه اللي اشتغل بيها على المعامل بس. نعم. لان ارقى شيء امريكي ومال اقليم. نعم. مال اقليم عندي ب20، والامريكي وبرازيلي خبط يعني مشكل درجه ثانيه كيلو ب16. فقلت لك اكو اسعار هواي يعني. المنشا المحلي اللي هو من اقليم كردستان الحبيب يكون افضل، وحتى سعره اغلى. طبعا سعره اغلى وافضل وشي نظيف، يعني ما يجيك ممرود ولا يجيك يعني شي مضبوط يجي. يعني شو نقول فريش يعني، مال سنه بسنتها او موسم بموسم. وياها يقولوا شو ما نقولها. زين. اقبال الناس الاكثر يكون على المستورد لو على المحلي؟ هاي الشغله بقتين البياع. يعني انا اقدر اقنعك، اقول لك هاي زينه هاي مو زينه. لا هسه انا اسالك مو على تقنعني، انت اللي تشوف اقبال الناس افضل. ودائما تشجع انه ياخذون او تراقبهم على شنو؟ محلي. المحلي طبعا. المحلي لين يجي شلون اللذه بها اطيب، يعني طعمها اطيب مثل ما قلت انه اطيب وموسم بموسمه، يعني نقول انه شبه انه يكون انه فريش. اي هيك شيء بالضبط. لاحظت انه ايضا انه انت محلك موجود العسل والقمر الدين وهاي الامور، تمر حب الرمان، دبس الرمان، هذا كله مال الاقليم. هذا كله منشات الاقليم. اي اقليمنا الحبيب هذا. زين. هذا تمر هند الحامض وكرز اكو. تمر هند ابو النوى الثاني وقمر الدين هم حامض ودبس الرمان وحب الرمان كله. شلون تتراوح اسعارهم؟ ومال الاقليم. شلون اسعارهم تتراوح من ايش قد لايش قد؟ كيلو ب10 اكو كيلو ب12. اي هاي اسعار، هي ثابته اسعارها 10 12 8. حسب. انت المحلي اللي عندك فقط من الاقليم لو اكو من محافظات اخرى؟ لا عندي من السمه، ما جايبيها مال الاقليم. عندنا مال موصل هاي. مال موصل نعم. بعد شنو عندك؟ هذا الزبيب امريكي. هذا هذاك البسكت الاصابع تركي. تركي. عرفت شلون؟ هذا ايراني، هاي الفواكه المجففه ايراني. فواكه المجففه ايراني؟ نعم. وذيك هم من ايراني؟ ذاك هم ايراني بالضبط. نعم. العلبه. زين وهاي الشنواي مثل ما دا اشوف، زين هذن اللي تقول عليها المكسرات اللي تكون على شكل علب، هن هذن الامريكي والبرازيلي لو لا هم يجي فل وانتم تكونوا؟ حسب اكو هذا اكو بكويتي، اكو عماني، اكو عراقي، صنع عراقي اكو. نعم. هاي العلب بها دايت، حسب هذا مالي حامض هيك، هذيك مال دايت عندي. وهذا الجيلاتين التمارين والسكر. هذا جيلاتين تركي. تركي. كله تركي، هذا الحامض الشريط. هذيك برا لا تجي. مشكورين منك حبيبي، نسال الله انه يرزقك ويوفقك. شرفنا بك، الله يسلمك، مية هلا. وصلنا وياكم لنهاية جولتنا لهذا اليوم، وشفنا احنا وياكم انواع الكرزات ومنشئهن والافضل والاقل. في الختام تقبلوا تحياتي، انا محدثكم حيدر محمد، وتحيات المصور ياسر. في امان الله.